نرجع بقى شويه نتكلم سريعا عن الدوري الممتاز، وعايز اجابات سريعه من غير تفكير. بيراميدز دخل الجيم مع الاهلي والزمالك؟ طبعا. الاقرب الاهلي ولا الزمالك؟ لغايه دلوقتي الاهلي. الاهلي. الاهلي اقرب، لانه لو كسب ماتشاته هيكون فارق في النقاط. هشام. بيراميدز دخل مع الاهلي والزمالك وعنده فرصه كبيره جدا جدا، لكن الاهلي الاقرب. الاهلي الاقرب. من وجهه نظرك في شهر 6 ده اللعيبه اللي انتهت عقدهم من الزمالك هيمشوا او مش هيبقوا موجودين، مين فيهم ممكن يقعد؟ توقعاتك يعني. اللعيبه اللي مش هتجدد وهتلعب في الدوري المصري هيكملوا. اللعيب اللي مش هيجدد وهيبقى عايز يسافر اللي هو مين؟ بص يا كابتن سيف، انا هقول لك وانت تحدد بقى. انا راجل دلوقتي عقدي بينتهي بنهايه الموسم. تمام. الدوري عندنا هينتهي يوم 30/8. تمام. الدوري الجديد هيبتدي شهر 10. تمام. تمام. طيب انا راجل خلاص، نادي الزمالك مش هيجدد لي. تمام. وانا جاي لي عرض من السعوديه او عرض من الامارات او عرض من اوروبا او عرض من اي حته غير الدوري المصري. الدوريات دي هتبتدي يوم 15/8. لا انا فاهم كل لازم صح. ماشي، لازم ابتدي فتره اعداد. أنا فاهم. 15/7 كل ده انا فاهم. مين ولا بقى اللعيبه اللي هتقعد؟ يعني اشرف بن شرقي عقده مش هيقعد. ونجم خلاص هيروح. طارق حامد هيروح الوداد. طارق حامد لو جاله السعوديه وما جددش في الزمالك اكيد مش هيكمل. يعني يقرب للزمالك ولا يقرب يمشي؟ ما اعرفش والله، يعني اتمنى. يعني ابو جبل برضو لو يعني ما عندكش احساس مين اللي ممكن يقعد في الاخر؟ يعني احساس اللي ممكن يبقى عنده مشاعر وعاطفه وارتباط ابو جبل وطارق. طارق حامد وابو جبل. بس. لكن الباقي بقى تتفق معاه ولا تختلف؟ اتفق على طارق حامد ممكن. يعني يبقى شاري نادي الزمالك ويبقى متمسك بنادي الزمالك. يعني ابو جبل عايز ينطلق يعني ممكن، يعني وبن شرقي نفس الموضوع يعني. تمام. ايه رايك في الكابتن خالد جلال مدير فني المنتخب الاولمبي والكابتن عظيمه مدير فني الاتحاد الكوره؟ قرار رائع طبعا. قرار رائع. رائع. اثنين مدربين. هو مش قرار، هو لسه لسه يعني كمقترح يعني. يبقى حتى لو مقترح قرار مهم جدا. مهم جدا. انا عندي معلومه ان الكابتن خالد جلال هو الاقرب حاليا لتدريب المنتخب الاولمبي. وكابتن خالد جلال شخصيه هادئه متزنه، عامل نجاحات الفتره الاخيره، فحاجه كويسه جدا. هو كابتن عظيمه. وكابتن عظيمه طبعا خبرات، احترف في الدوري الالماني وكده وبتاع، فممكن يكون تنظيميا خصوصا المانيا بالذات كمان. تنظيميا حتى قطاع الناشئين والشباب في المانيا حاجه بسم الله ما شاء الله. تنظيميا مدير فني اتحاد الكوره، بس يكون في رؤى واضحه لدور المدير الفني داخل اتحاد الكوره، وليس يكون مدير فني فقط. كهربا راجع الاهلي، عنده فرصه يلعب ولا اعاره تاني؟ طالما الاداره شايفه ان هو يرجع يبقى لازم يلعب. لا هو عقده يعني الاعاره انتهت. انا فاهم. هو لازم يبقى في كلام مع موسيماني ان الراجل انت وجهه نظرك انت لا لازم يلعب. في الفتره اللي فاتت دي بان لنا حاجات كتير، فلازم يبقى ليه دور الفتره اللي جايه. كهربا طبيعي ومنطقي، عقده مكمل مع النادي الاهلي. بس هي المشكله العلاقه ما بينه وبين موسيماني، والمشكله الثانيه كمان ان هو لما راح تركيا كنت اتمنى ان هو يثبت ذاته اكتر. فاهم قصدك كابتن سيف؟ اما بتروح بتبعد عن مدير فني، بتروح عندك طموح مختلف، اراده مختلفه. بس هو سافر برضه ما عملش الطفره اللي تخليه النادي ما ساعدوش اكتر يعني. ممكن صح، عندك حق، موافقك. لكن رجوعه ده مرتبط بقى بمشاكل ودفع الفلوس للزمالك، وموسيماني قبله ولا مش قبله، وهيدي له الثقه ولا لا. لكن قولا واحدا، هو لاعب في النادي الاهلي. مكسوني هيكمل في الاهلي؟ ما اعتقدش. خالد؟ لا هو خلاص ما خلاص ما كملش. ما كملش. يعني ما ينفعش نسال السؤال. عمر كمال عبد الواحد؟ عمر كمال عبد الواحد على حسب، هو اللي بايده يعني، على حسب. لا، توقعاتك انت. توقعاتي انا معلوماتي ان هو عنده رغبه انه يجي نادي الزمالك، لكن برضه نادي فيوتشر بيديله يعني عايزه برضه يحتفظ بيه. وكل واحد بيدور على مصلحته في النهايه، يعني نادي فيوتشر بيدور على مصلحته. ونادي الزمالك يامل ان عمر يرجع له، لكن اللاعب بقى هو اللي بايده. لان عمر كمال هو اللي بايده يرجع الزمالك، لان في شرط في عقده يحق ليه انه يرجع للزمالك او يكمل الثلاث سنين مع فيوتشر. كابتن هشام، عمر لعيب كبير، رايك يرجع ولا هيقعد فيوتشر؟ لا هيرجع طبعا، هو عايز برضو كمان الشهره وعايز المجد وعايز حاجات كتير. فهيبقى شايفها في نادي الزمالك اكيد يعني. لكن هو في فيوتشر مادي بشكل كبير يعني. شرفتوني ونورتوني. شكرا يا كابتن. اشكرك يا كابتن خالد. شكرا يا كابتن هشام. اشكرك يا كابتن سيف. ربنا خلص.